السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ السعاده يا خوتي السعاده. انا كي نشوفوا الناس يلعبوا في المستوى تاعو وكذا تحكمني السعاده بكل صراحه. اقسم بالله ادم والناس، انا كي نشوف ادم والناس يلعب نموت بالسعاده، نفرح، نحس نشبع بالون، نشبع بالون، نشبع، نحس باللي راني نشوف في بالون صح. ما رائع، الله يبارك وربي يحفظه من العين. قدم مباراه رائعه من كل النواحي، سواء مراوغات بالهدف و... الله يبارك الله يبارك. خرج في الدقيقه 77، معليش يا خاوتي، شتو التصفيقه تاع الجماهير. بون دوك ندخلوا نحكوا على ادم والناس ونحكوا التنقيط تاعو. ما نساوش ثاني واسمو رامي بن 70 يسجل ثاني هدف اليوم من اروع ما يكون، من اروع ما يكون، بطريقه ذكيه رفدها لوباها الغارديا، بلوكها بصدرو لوباها الغارديا، ادى التنقيط تاعو الله يبارك. ما شفتش المباراة، شفت الهدف، لقطة الهدف، دا التنقيط تاعو 8، يعني تقريبا تنقيط جد رائع. مهاجمين وما يديوهش يا خوتي كيما راكم تشوفوا لهنايا. بون نحكوا شوية على رياض محرز، العشرين دقيقة اللي دخلها رياض محرز وندخلوا في آدم والناس. رياض محرز اليوم عجبني، دخل 20 دقيقة حسيت باللي كي يطلب الماضي وسمع الانتقادات وكذا، شفتوا اليوم باللي دخل كما نقولوا كان يتحرك، كان رابيد، كان يزعبط، كان يعني الله يبارك. ما جاتوش فرصه باش يسجل هدف، واحد اللقطه ما عطاوهالوش بونز واسمو هذاك نسيت واش من اللاعب اللي ما عطاهالوش يزعف عليها، بصح يعني الحركات تاعو عجبتني اليوم رياض محرز. بون خلونا ندخلوا في المباراه، التعليل مع تولوز. تولوز ثاني كاو عندهم واحد جزائري يلعب، الله اعلم، وسط ميدان هجومي، العلم عند الله، نظن انه وسط ميدان هجومي. سجل ثاني هدف شعيبي، هذاك سجل هدف، هدف رائع. تم رد عليه والناس، تم كيف نصبح والناس قالوا من الصباح وانا نراوغ ونرقد في الغاشي، والمعلق راهو سعيد، وهشام راهو سعيد، والجمهور الجزائري كاع راهو سعيد. انت جيت ماركي هكذاك، ما بنتش كاع في المباراه، جيت ماركي تدي النجوميه. قالوا الناس اصبر، شو هبطل تحت ارمولي خباط، حطها على الطائر يا خوتي. الله يبارك، انا نحب الطفل هذا، والله نحب الطفل هذا، نحبه بزاف 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 بزاف، ماشي يعني كشخص، نحب اللعب تاعو يا خوتي، نحب ستيل دو جو تاعو. يعني انا كنت جاري، يعني الناس اللي كانت ما تخاف تهدر ولا تخاف تقول ولا ما تخاف من الانتقادات، انا خرجت جاري وقلت لكم باللي انا يعجبني ادم والناس في لي دريب. ادم والناس نمبر 1 في الجزائر، ما لا رياض محرز لا بن رحمه لا بالليلي لا حتى واحد. قلت لكم رياض محرز عنده مستوى عالي ومستوى عالمي بصح، وادم والناس في لي دريب القمه في الروعه، 10 يدرب ليهم نورمال. تقول ميسي ادم والناس، انا بالنسبه لي دوك نبداو ندخلوا على ادم والناس. بالنسبه لي انا ادم والناس لاعب شتوش غير رونالدينيو يدير لك واحد العفايس، من طينة ادم والناس لو كان ما تحقاش في نابولي، من طينة رونالدينيو اللي كان مع البرسا، من طينة ميسي، من طينة واسمه مارادونا، الطينة تاعو اللاعب هذا عنده ستيل هذا تاع الجو تاع يدرب لي لك 10 20 30 نورمال نورمال نورمال. واليوم عجبني في واحد النقطة خاوتي، نبداو اولا نبداو ندخلوا ديرك في الموضوع. كاين بزاف في الانستغرام يعرفوني باللي نحب هادو، راهو ماركا وليدك يا عمو هشام، راهو ماركا وليدك. واحد يقول لي راهو ماركا لك ادم والناس، ماركا لي ليا زعما شغل باش يفرحني. والله غير نحبوا الطفل هذا، الله يبارك وربي يحفظهم. راكم تشوفوا عيني تحلوا تفلقوا كاع، الله يبارك. بو راكم تشوفوا، نبداو بالتنقيط تاعو، نحكي لكم واش دار اليوم ادم والناس من كل النواحي، دفاعيا هجوميا، بدل اللعب يا خوتي. الله يبارك الله يبارك يا ربي يا ربي، الطفل حفظه من عين، لان انا نشوف فيه لو كان ما يتبليساش يكمل في هذا المستوى. ادم والناس عالمي عالمي عالمي، كي نقول لك عالمي عالمي، تزها تزها صح، ماشي لقطه ولا زوج. وراكم تشوفوا 77 دقيقه مستوى من اللي بدا حتى خرجوه هو مستوى الفوق. اللي يقول لك بلي ادم والناس يلعب 5 دقائق 10 دقائق ومن بعد يطفى، ما يطفاش. نابولي اللي كانوا حاقرينه شي ادم فرغ منه. شوفوا خوتي واسمها سوفا سكورت هذه عطات له 7.5، شوفوا تاع المنطقه الحراريه تاعو كلاها، شوف يعني الميدان كامل الجناح عباك باللي اليوم للجهه تاع ادم والناس. حتى المعلقين يا خوتي عندهم ما هضروا، دوك ندخلوا في الموضوع هذا. راكم تشوفوا الله يبارك واش عندك واسمها
هاوس كورد عطات له 8 رجل المباراه كما راكم تشوفوا راه الفوق لانه خرج عطات له 8 التنقيط. بو خاوتي نحكوا على ادم والناس اليوم وجدر يا خاوتي كيبدا يدريب لي كيبدا يهرب بين ثلاثه. شوفوا خاوتي اللقطه تاع البيت نحطها في اول تعليق راهي في الانستغرام نرفد الرابط من الانستغرام نثبتها في اول تعليق اللي ما شافش البيت يروح يشوف البيت وتما يشوف بعض اللقطات تاع المراوغات تاع ادم والناس يفهم كاع بعض اللقطات تما كي تدخل راك تلقى الانستغرام تاعي ابدا شوف لي فيديو تاع ادم والناس. بون كاين بزاف لي فيديو على لاعبين واحد اخرين بصح تاع اليوم تاع الماتش هذايا ادخلهم وشوف واسمه. بون خاوتي شعيب هذاك اللي قالوا لي ما على باليش انا ما تبعتوش شفتوا اليوم ماركا يعني لا باس مش ما تبعتوش مليح مليح انا كنت فيه والناس خلوني مع والناس والله ما خطر الجايه معليش. بون خاوتي ادم والناس اليوم نبداها دفاعيا مستوى دفاعي استرداد كرات باش نعطي لكم ماشي ادم والناس غير اليوم ادم والناس نهار ما بدا مع بوردو روحوا اكتبوا ادم والناس ادم والناس مع بوردو اكتب في اليوتيوب ادم والناس مع بوردو تشوف واحد الفيديو يخرج لك المراوغات تاع ادم والناس والاهداف تاع ادم والناس ولي زاسيس تاع ادم والناس والدفاع تاع ادم والناس يدير لك مع الاخر نقاط كيفاش ادم والناس يدافع كيفاش يسترجع كرات. اليوم غرينطا حار في الدفاع خاوتي الضغط في منطقه الجزاء وكي يعاود يرجع للدفاع يا خوتي كيما راكم تشوفوا لهنايا ادم والناس يعني جرينطا هاك يخبش يخبش يعني استرجع بزاف كره اليوم استرجع بزاف كره اليوم. وثاني فاش عجبني ادم والناس يا خوتي دوك ندخلوا في المراوغات فاش عجبني ادم والناس يا خوتي حسيت باللي يعني تقريبا ما يراوغش باش يراوغ فهمتوني واش ما يراوغش ماشي شغل كيما نقولوا باللي يراوغ باش يراوغ. ادم والناس اليوم يا خوتي اقسم بالله تشوفوا من داك يضرب لمسه واللي اللي يعرفوا واش حبيت نهضر روحوا شوفوا الهدف الاول تعليل الهدف الاول تعليل يا خوتي بدات من عند ادم والناس اللمسه الرائعه اللي دار الضربه طلعت حطها له ديرك خرج عطاها لزميله زميله ما تحسبت لا اساس لا للناس لا لهذاك لان الناس كان الثالث هو ضرب اللمسه هذيك الوحيده. اليوم شفنا بزاف هذه الطريقه اللي شاف الهدف الاول يفهم واش راني نهضر ادم والناس طق طق لمسه طق طق لمسه وفي وقت المراوغات يا خوتي راك واقف في جهه بانون يخليك حابس يا خوتي الزوج كيش خلاهم يا خوتي في وسط الميدان كيفاش خلاهم وزاد ضرب لهم الثالث المعلق قال لك يعني ادم والناس عنده لي دريبل رائعين رائعين اليوم كنت شفته في كانال بلوس ادم والناس قال لك عنده يعني عنده طالون طالون يعني موهبه قال لك عنده مراوغات وقال لك قدم شوط اول رائع وزاد ختمه بالهدف رائع قاعدين غير يشكروا الصطاد شفتوا كي تمارك البيت تاع ادم والناس كيفاش الصطاد شعل يا خاوتي شعل 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 لعبك الحميد هو شعل الصطاد وكي خرج ادم والناس خرج بواحد التصفيقات تحت الجمهور وباسم وعيطوا ادم والناس ادم والناس الصطاد كاع مقلب وانا انا جاتني على قلبي على بالكم باللي نحب ادم والناس الصطاد يعيط ادم والناس انا نقول لكم الله يبارك. بون نكملوا المراوغات طك كيفاش يعقب لك كي عنده شوفوا عنده السرعه عنده لمسه الوحيده كي يحب يلعب لك اللمسه الوحيده يعطي لك بانو وعنده تغيير الكرات. اليوم شفت ادم والناس على هذه اللي حبيت نقول لك شفت ادم والناس اليوم كامل متكامل ربي يبارك فيه وربي يحفظه الطفل كامل متكامل يا خوتي عبكش معناتها كامل متكامل يعني كان داير بكل كاع الادوار كان خادمها اليوم خدم كاع الادوار خدم كاع الدور تاعو كما ينبغي في لي دريبل في لافونس في الكرات اللمسه اللي يمد لصحابه في وسط الميدان في تغيير اللعب تغيير اللعب يعني كيما نقولوا راكو تلعبوا الطبيب حتى يخرج لك واحد من الهيها يعني ماشي لازم باش يماركي ولا اساس نو حتى في وسط الميدان التغيير عنده النظره في الميدان الله يبارك طفل والله غير اقسم بالله غير فرحت له عباك ادم والناس لازم عباك وش يشوف الطبيب تاعو هدايا يعلمو انا قلت لكم باللي ما اللي بليسير يا خالتي انا ما نخافش منهم ما يا اخي شفتوا الماتش اللي فات اللي قبله يتضرب بصح ينوض ويكمل النقطة اللي قريبا نسيتها ادم والناس الروماركيتو ولا ما يصدمش كيما كي كان يصدم ما يصدمش شكون نشوفوا واحد الوقت يصدم عشرة يدخل بيناتهم يحط رجله يعني يحط رجله ديره
كان يصدم دفاعيا بصح هجوميا ما كانش يصدم، وهذيك حاجه مليحه يعني يعرف وقتاش يراوغ، يعرف وقتاش يصدم، هذه باش تيفيتيه على كما نقولوا الاصابات. والاصابات يا خوتي انا قلت لكم بين قوسين انه السيد في نابولي 5 سنين ما لعبش، هذا لاعب هدايا نابولي راميتو دكا، شفتوا المستوى خوتي ماشي تمسخير يعني. انا عدم الناس كنت نتبعو كي كان في بوردو، كان شاعل في بوردو، المدرب تاعهم قال لهم حاسب روحو ميسي، حاسب روحو ميسي تسالو يلعب الطفل يلعب بالله يبارك. وباش خطفاتو نابولي بشي باطل بعد حقروه المدربين، حقروه هو تاني زاد شاب باللي راهو ما راهوش يلعب ما يدخلش يتدرب، يجي روطار كذا من ما تدرب ما تدربش ما تلعبش مع نابولي 5 سنين ما لعبش، 4 سنين وزياده ما لعبش، ما يقدرش يلعب لك 90 دقيقة. وانا فرحت كي خرجوا في 77 دقيقة بالعقل 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 بالعقل، ادم الناس يعاود يشد روحه بحول الله عز وجل. ويعني انا واش حبيت ادم الناس يفوت 6 شهور وهو يلعب وما يتبريساش ويولي يلعب 90 دقيقة، يولي يلعب اوقات اضافية من المباراة كي تخلص 90 دقيقة باغ اكزومبل ماتش اللي يكون فيه كاليفيكاسيون ولا ويزيد يكمل 90 دقيقة. نحس باللي ادم الناس خلاص المشكل تاعو حكم روحه اللي ما يزيدش يتبليسا، ولي بليسور من داك كي تجي اصابة كأي لاعب بصح ما يتبليساش باش يتبليسا، كل خطرة يدخل يتبليسا. وادم الناس ننصحك بطل لي ساندويتش، قالوا لي تموت على لي ساندويتش، بطل الكاسكروطات يا خويا، روح شوف طبيب يعطي لك شويه واحد المواكل سبيسيال لي ميسكل سبيسيال العظم هذوما باش يساعدوك ان شاء الله. والله غصافي بليزير عبالكم الانستغرام راهو ميت بالسعاده، تاو انا واحد التعليقات كاع السعاده كاع كاتبين السعاده بعاب الناس سعاده، وصح ما متعه خاوتي انا نشبع كي نشوف ادم الناس نشبع. انا الطفل ما قنعني، يعني الطفل هذا عنده طالون اكسترا اوردينار بكل صراحه. ما نطوش عليكم خاوتي، نقول لكم ليله سعيده، تصبحوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.